لنفرض أن لدينا أنبوب أفقي، وهذا الجانب الأيسر من الأنبوب، هذا الجانب الأيسر من الأنبوب مساحة المقطع الأرضي نسميها مساحة واحد A1 تساوي 2 متر تربيع، 2 متر تربيع. لنقول أنه يتناقص تدريجيا بحيث أن المقطع العرضي في نهاية الأنبوب لديه المساحة A2 وتساوي نصف متر تربيع. السرعة عند هذه النقطة من الأنبوب هي V1، والسرعة هنا V2، سرعة الخروج من الأنبوب. الضغط الخارجي عند هذه النقطة موجود عند الجانب الأيمن من الأنبوب. لنفترض أن الضغط هنا يساوي 10,000، الضغط واحد يساوي 10,000 باسكال، 10,000 باسكال. والضغط عند النهاية B2 يساوي، الضغط الخارجي عند هذه النقطة يساوي 6,000 باسكال، 6,000 باسكال. مع كل هذه المعلومات المعطى، لدينا ماء في الأنبوب، ونفرض أنه تدفق طبقي، لذا لا يوجد احتكاك داخل الأنبوب ولا يوجد اضطرابات. وباستخدام ذلك ما أريد عمله، أريد إيجاد التدفق للماء في الأنبوب. لذا ما هو الحجم الموجود في الأنبوب في الثانية، أو خارج الأنبوب في الثانية؟ نعرف أن هذه سيكون لها نفس الأعداد لأنها معادلة استمرارية، ونعلم أن التدفق يعبر عنه بR، هو الحجم في زمن معين، هو مثل سرعة دخول ضرب مساحة المدخل. مساحة المدخل هي 2، وهي 2V1، ومساحة المخرج ضرب سرعة الخروج تساوي نصف ضرب V2. ونعيد كتابتها بهذا الشكل: V1 تساوي نصف ضرب R، ومنه V2 تساوي 2R. وهذا يدل على أن V2 أسرع، وهذا يعتمد على حجم المدخل، ونعلم ذلك لأن V2 تخرج بمعدل أسرع، ولأنه لدينا ضغط أكبر عند نهاية الأنبوب، وذلك أن الماء يخرج ويتدفق إلى الخارج، وذلك بسبب فرق الضغط. إذن لنستخدم معادلة برنولي لفهم التدفق خلال الأنبوب، لنكتبه هنا: V1 زائد رو زائد رو جي اتش واحد زائد نصف رو في واحد تربيع تساوي B2 زائد رو جي اتش 2 زائد نصف رو V2 تربيع. هذا مستوي الأنبوب، وهذا هو الارتفاع، هو نفس الارتفاع، لذا H2 تساوي H1. هذا نستطيع إلغاءهما لأنهما متماثلان، ونطرح القيمة نفسها من كلا الطرفين. يتبقى لدينا B1، وما هي B1؟ B1 تساوي 10,000 زائد نصف رو ضرب V1. ونفهم من هذه المعادلة أن V1 تساوي R على 2 تربيع، وذلك يساوي B2 وهي 6,000 زائد نصف رو ضرب V2. ونفهم من هذه المعادلة أن V2 تساوي 2R تربيع. لنعمل شيء لنبسط هذه، ونحذف من الطرفين 6,000، يبقى لدينا 4,000 زائد هذه تساوي
رو ضرب ار تربيع على 8 وتساوي هذا الطرف هذا يساوي حسنا هذا يساوي 2 رو ار تربيع لأن الاثنان مع الاثنان تلغى. يمكن ضرب الطرفين من المعادلة ب8 للتخلص من هذه، فيصبح لدينا 32,000 زائد رو آر تربيع تساوي 16 رو آر تربيع. يمكن طرح آر تربيع رو آر تربيع من كلا الطرفين، فيبقى لدينا 32,000 تساوي 15 رو آر تربيع. وهذه ماذا تساوي؟ نحن نعلم أن كثافة الماء تساوي 1000، إذن هذه 1000 لنقسم كلا الطرفين على 15 رو، إذن يصبح لدينا R تربيع تساوي 32,000 على 15 رو. وهذا يساوي R تربيع تساوي 32,000 على 15,000. هذان الأصفار يحذفان، يصبح لدينا R تساوي الجذر التربيعي ل32 على 15. هذا سيكون بالمتر المكعب لكل ثانية. دعوني أجد قيمة هذا باستخدام الآلة الحاسبة. إذن دعوني أستخدم الآلة الحاسبة لإيجاد ذلك. إذن 32 على 15 هذا يساوي 2.1 بالعشرة، والجذر التربيعي له هو 1.46% متر مكعب لكل ثانية. إذن R تساوي 1.46% متر مكعب لكل ثانية. هذا هو الجواب، وهذا حجم الماء الذي قد يدخل النظام في أي ثانية أو يخرج منه. أيضا يمكننا أن نجد السرعات، سرعة الخروج للنظام. ما هي سرعة الخروج؟ ستكون ضعف هذا لأن V2 تساوي 2 ضرب R، ويمكننا إيجاد سرعة الدخول لأنها تساوي نصف R. آمل أن يكون ذلك واضحا وأنكم قد استفدتم من هذا الدرس. أراكم في الفيديو القادم.